بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نهضر لكم على الاستغفار. الاستغفار مفاتيح الخير. الاستغفار، تجربتي مع الاستغفار لتحقيق الأمنيات، ربي سبحانه وتعالى تبغي الإنسان اللي تيستغفر بزاف، تفتح ليه كاع المفاتيح ديال الخير، تفتح ليه. اللي بغى الإنجاب يستغفر، اللي بغى الزواج يستغفر، اللي بغى العمل يستغفر، اللي بغى الرزق يستغفر، باش نطهروا الهالة ديالنا من الذنوب. ربي سبحانه وتعالى تيكون واحد، تيكون بيننا وبينه هادوك الذنوب، هما تيحجبوا الدعاء. إلا استغفرتي تتنقى الهالة ديالك من الذنوب. استغفروا ربي باش كاع اللي طلبتوه يكون عندكم إن شاء الله. كنت نستغفر بالليل بزاف حتى يجيني النعاس، لأن الناس اللي عندهم ما تينعسوش مزيان يستغفروا، لأن واحد العرق تحت اللسان إذا استغفرتي تيتحرك وتيعطي إشارة للعقل وتيجيك النعاس. ستبقي تستغفري دغيا تيجيك النعاس. إذن استغفروا وصلوا على الرسول، لأن الاستغفار مفاتيح الفرج بحول الله وقوته. اليوم غادي نهضر على واحد جوج بنات طلبوا الدعاء. وحدة غيجيو فيها خطاب، دعيو معها إن شاء الله بحول الله وقوته، ربي يسهل عليك بنتي ويسهل على البنيات كاملين. طلبات أنها ربي يسهل عليها في الخطاب، يكمل لها الله رجاها. وواحد البنت طلبات أنها غدوز امتحان ديال التعليم، الله يسهل عليك ويفتح لك باب الخير. ولكن استغفروا إن شاء الله، استغفروا بزاف باش ربي يفتح لكم كاع البيبان. الصيغة اللي غادي ناخدو ديال الاستغفار هي تستغفري بواحد العدد وتبقاي عليه، بحال درتي 100 مرة أو 200 مرة أو 300 مرة، تبقى كل يوم في نفس الوقت. بحال مورا العشاء ناخد واحد الورد ديالي ونستغفر العدد اللي حطيته في البال ديالي، 400، 500، على حسب اشنو حطيتي انتي في النوايا ديالك. وتاخدي واحد المدة زمنية، مدة شهر أو 20 يوم، وربي غادي إن شاء الله غادي تشوفي عظمة الاستغفار والثمار ديال الاستغفار. سبحان الله العظيم. حاولوا تستغفروا، لأن الاستغفار مفاتيح ديال الفرج. إذا أحبابي في الله، دعيو مع البنيات اللي باغيين يتزوجوا، دعيو مع البنات اللي بغاو الخدمة، دعيو مع البنات اللي باغين أي أمنية. الله يسهل على الجميع. ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا عندي بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.